السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أفضل طريقة ترفع الفيديوهات بتاعتك بحيث إن أكتر عدد يشوفها. يعني لو أنت رفعت فيديو مثلا الساعة 4 الفجر كل الناس نايمة، فمفيش حد اتفرج عليه في أول ساعتين، فمفروض إن في أول ساعتين دول لو أنت عدد كبير شاف الفيديو بتاعك فبيطلع في ترند، ويطلع عند إذا عند ناس كتيرة كفيديو مقترح، والناس لما بتبقى موجودة والفيديو اترفع بيجيلها إن في فيديو اترفع. إنما لو بعدها بكام يوم مبقاش ليها لازمة، فلازم تختار الوقت اللي هترفع فيه الفيديوهات. طيب نعرف الموضوع ده ازاي؟ كل قناة بيبقى ليها الوقت الأنسب ليها، فأنت بتيجي هنا وتختار يوتيوب استوديو، فدخلك هنا فهتختار أناليتكس، فالأناليتكس بيبدأ يجيب لك عدد المشاهدات اللي موجودة قد إيه، وهتلاقي هنا اللي هي الآخر 24 ساعة، فهتبدأ تشوف أعلى حاجة فيهم مثلا من الساعة 19 ل 20، من 7 ل 8. طيب والتاني بعد كده مثلا ايه، من 6، من 16 ل 17، من 4 ل 5. فدي الفيديوهات الوقت الانسب اللي انت ترفع فيه الفيديوهات. يعني انت ممكن تسجل اي فيديو براحتك في اي وقت، بس لما تيجي تعمل له ابلود من هنا تختار الوقت اللي الناس تكون موجوده فيه على اليوتيوب، او الناس اغلب المشاهدين بتوعك متواجدين، فممكن تسجله بعد كده مثلا الساعه مثلا 8 9 تبدا ترفع الفيديوهات. طيب خلينا مثلا نرفع فيديو كده، وفي طرق تانية هوريها لك دلوقتي. مثلا في فيديو انا رفعته قبل كده قديم يعني، بس خلينا نبص عليه. هو بيترفع، بتقدر تختار هنا تقول له بريمير يعني خليها دلوقتي، وتقول له سكادول. سكادول يعني انا عايزه دلوقتي، هو هيترفع بس ما يظهرش قدام الناس غير الساعة كذا. تبدأ بقى تختار الوقت اللي انت عايزه، فكده هيرفع لك الفيديو في الوقت دوت. الفيديو موجود بس هيتعمل له بابلش عند الناس كلها في الوقت المحدد دوت. فتسجل الفيديو في اي وقت، بس ما تخلوش يتعمل له بابلش غير في الساعة اللي انت عايزها.